ما بقيتش قادرة ناكل، ما بقيتش قادرة نشرب، رغم ان عندي وليدات اخرين، ولكن بغيت بنتي حتى هي تكون معايا كيف ما كانت كتعيش معايا. مازال تيشريو البوصره الحوايج، رغم عامين وهي غابره وما عرفتوهاش فين. يعني والله الا مشهد حفيظه ما بقاش تقد تجي للدار، سبحان الله. يعني من بعد عامين مازال كتشري لها؟ جابت لها خطا الحوايج، خطا عدت لعدد الوليدات ومرضت. انت يا بوصره اختي لا تشوف فيا، هي حفيظه شرات لك دارت لك في العيد الكبير تقد اختي تجي، ملي ما رجعت ليش بالزربه راه ماتت. كل ليله تنبغي نتخايل، وانا ملي ترقد بالليل تنقول بنتي ياك ما مشات لذاك البلاصه اللي جا فيها الزنزان وماتت. ليديك ابو صرختي، ليديك ليديك راه تديك الحمام تغسل لك التين ولا اختي. ديري على حساب اللي كنت ندير معاك اختي، تطيحي في شي مشكل كبير تنفكو لك اختي. واش ما تجوي يا اختي، تجوي ما تفكرت يا اختي، جعل عندك وعداتك اختي. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريده اشواق الاوفياء. الى جانب ديالي المهم حجوبه، المهم حجوبه مثال حي للام الحنون، مثال حي كيف ما كنقولوا بالدارجه الكبده صعيبه. المهم حجوبه واحد الام اللي محروقة على الابنه ديالها اللي في العمر ديالها 37 سنه في الوقت اللي كانت اختفت فيه، ودابا راه دازت عامين. يعني الابنه ديالها عندها 39 عام، 39 عام في عمر ديال الام، في عمر ربما كاين جده عندها 39 40 عام، لكن رغم ذلك المهم محجوبه ما سعفاتهاش الكبده ديالها على البنت ديالها اللي غابره وما عرفهاش فين كاينه. كتقول لك مهما دير فيا بنتي بغيت نشوفها. تعصبات، خوات، ما بقاتش رجعات، وما ادراكم الاحساس ديال الام حينها من عامين لدابا. المهم محجوبه كتقول لي ما بقيتش قادره ناكل، ما بقيتش قادره نشرب. المهم محجوبه عاودي ليا شنو وقع، وكيفاش البنيته ديالك غبرات، وشنو الرساله اللي بغيتي توجهي لها من هذا المنبر هذا؟ بغيت نوجه للبصره بنتي، غنوجه ليها حتى كانت تيصوني عليا التليفون. ملي تيصوني عليا التليفون قلت لها دخلي للبيت ديالك وما يجيب لك حد الخبر ديالك، دخلي للبيت ديالك ما وهضري كي بغيتي. هي هزت اسميتو هذا غلطت في حقي، انا تنسمح ليها، سامحه ليها، ما متابعها ما والو، ما دايره لها ضد، ما دايره لها ضد الاصول، ما دايره لها حتى شي حاجه، ما تابعتهاش ولا تشوف هي ترحمني. راه اختها مرضات، اختها شرات لها الحوايج، هاي شرات لها الحوايج، هاي شرات لها الحوايج. سبحان الله، يعني من بعد عامين مازال كتشري لها؟ جابت لها خطا الحوايج، خطا عدت لعدد الوليدات ومرضت. انت يا بوجر اختي لا تشوف فيا، هي حفيظه شرات لك قالت لك في العيد الكبير تقد اختي تجي، شرات لها الحوايج قالت لها اختي تقد تجي. يعني مازال عندكم داك الامل انها ترجع؟ وانا ملي ترقد بالليل تنقول بنتي ياك ما مشات لذاك البلاصه اللي جا فيها الزنزان وماتت. ملي ما رجعت ليش بالزربه راه ماتت. كل ليله تنبغي نتخايل، كل ليله تنبغي نتخايل شنو واقع عند بنتي. واليوم اللي شاد ليا بنتي طلقها، كي مرا كي راجل شاد ليا بنتي طلقها، راه نخر الحال. ملي تبان شي حاجه على بنتي رانا يا من نتابع دوك الناس اللي شادين ليا بنتي. شوف سبحان الله، يعني متابعينا الكرام، والله الا مشهد زعما سبحان الله. ها تشوف من بعد عامين ومازال كيشريو، شنو الاسم ديالها؟ سميتها بوصرة. مازال تيشريو البوصرة الحوايج، رغم عامين وهي غابره وما عرفتوهاش فين. يعني والله الا مشهد حفيظه ما بقاش تقد تجي للدار على وديتها، ما بقاتش ولات تتمرض، عندها ثلاثه د الوليدات. قالت كون ما كانش عندي الولاد كون تنقلب على اختي، كون تنبري على اختي. اختها ما صابراش على ما صابرت حتى وحده على هذا. انا ما تليتش نقدر يجيو خواتاتي ويجيو بناتي وتيتعر يكونوا هنا في الدار، ما تنقدش، وهي ما كايناش ما تنقدش نشوف داكشي ليديها.
لي يديه ولي يتساهل عليا، يا ربي تساهل عليا الا ما ترجع، ما بغاتش ترجع لعندي، تجي على عند وحده من خواتها حتى لدارها، انا ما بغاتش تجي لعندي انايا، تجي على عند خواتها، انا ما تنطلب منها حتى حاجه. انا يا بشرى لا تتشفيني يا اختي، ما تتخلاش عليك، اي مشكل كان عندك ما تتخلاش عليك اختي، اي مشكل كان عندك اختي طايحه فيه تنفكو. وقلت لي يا ام محجوبه كنتي انت هي في مثابه الاب في مثابه الام، يعني تتقاتلي. من النهار اللي بشبها هي الصغيره ديالي، من النهار اللي تفرقت مع بها، انا هي الام، انا هي الاب، انا هي بناتي وولادي عزازين عليا، ولادي عزازين عليا بزاف، ما كاينش اللي يدير في ولادي العين، والناس ديال الدوار تيعرفوني كيفاش عايشه مع ولادي، ولادي ديرهم خوتي، ولادي ديرهم صحابي، ما ولادي ما تنغيبش عليهم، نمشي لشي مناسبه ونبات عليهم، ما عنديش فين تتفرق انا على ولادي، ولادي عزازين على قال دابا انا واخا جوزتهم واخا مشاو، هي اللي بقات عندي الوحيده تيجوني تتجيب لي شي واحد ما خدامش، شي واحد ما عندوش التصيله، ما تنبغيهاش تتزوج به. لي يديه لي يديه يا ربي، تديه يا ربي، ترضي عليا يا ربي، تا حاجه ما تقيسها يا ربي. حيث علامة محجوبة، حيت الزنقة فيها الكلاب والدياب، حيت انا شفت الرجال والولاد شنو طرا لهم في الزنقة، حيت تنشوف الاوديوات في التليفون وتنشوف شنو طاري لعباد الله، تنشوف شنو طاري للبنات، تنقول تا بنتي طاري لها بحالك هاك. انا مشيت للمحطة ديال ولادات زبيان وشفت الراجل كي تيدير مع الدراري الصغار، شادهم شادهم تيطلب بهم، بقى فيا الحال ما تليتش عارفه، بقيت مجلقه في كازا. قلبتي يا ام محجوبه؟ جيت قلبت في كازا، قلبت بقيت حتى ال 12 الليل، الكار الاخر تيجيبني تيحطني هنا، تيجيو دوك البنات ديال الليل تيجيو لتحت لاكاب، تنبقى نتسارى ونشوف، نقول كره جات تاهي تماك، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه. لمده عامين؟ لمده عامين. تنطلب من الناس ديال القرية تيقولوا لك، الناس ملي تنهز عام وانا تندور في القرية كنحلقة على الكوميسيريات وعلى المقاطعات وعلى المحالات، تيقولوا لك هاد البنت تنشوفوها هنا، لا تيشوفوني الناس ديال القرية يرحموني، لا يرحم الوالدين، لا تيشوفوني الناس ديال أكادير يرحموني، حيت هي تتمشي لأكادير تتمشي للقرية، قالوا لي الناس في القرية، كان تيجيها التليفون اللي خلات لي التليفون هنا، تيقولوا لي الناس تيعيطوا لي تيسعبوها هي، تيقول لي رانا في القريه، اللي ما يرحموني على الناس عيطوا لي فين كاينه، فينا ما حال كاينه، الله يرحم لهم الوالدين، كاع اللي ماشي الاولاد واللي والد الاولاد يرحمني، اللي عنده وليداته يرحمني وعارف بحق الكبده يرحمني. كبدة صعيبة أم محجوبة؟ كبدة ماشي صعيبة، ما نحطها في قدامه ونشواها ما يبقاش محروق، هاد الحرقة هادي تتشوى ليا الكبدة ديالي من الداخل، كاع اللي مشاو لولادو يحسن عونو، ولا يكون عندك أي حيوان مربي راه ما تبغيش تلحو الزنقة، راه ما تسخاش بيه، أنا كبرتها مرا رديت مرا ومن انا ما عنديش اولادي، تنبغي نجوزهم مثلا نديرهمش، ما نبغيهمش يخرجوا، ما نبغيهمش يديعوا، ما نبغيهمش، لا ما انا عندي ولادي عزازين عليا، انا عندي ولادي عزازين عليا، كانوا صغار ما نغيبش عليهم، ما نكرفصهمش، ما نخرجهمش، ما ندير لهمش، كيف بعضهم مات يطلقوا بناتهم ما يسقلوش فيهم، انا رجال وتنخاف عليهم، انا رجال وتنخاف عليهم، اشنو في الزنقة، ليديك ابو صرختي، ليديك ليديك راه تديك الحمام تغسل لك التيل، ولا اختي ديري على حساب اللي كنت ندير معاك اختي، تطيحي في شي مشكل كبير وتنفكوا لك اختي، واش ما تجوي يا اختي، تجوي ما تفكرت يا اختي، جعل عندك واتاتك اختي. you
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله من أقوى الفيديوهات اللي يعني كان حضر فيهم هما بهذا الشكل هذا، باش شوف أم يعني كتبكي بهذه الحرقة هذه، وحنا كاملين يعني عندنا الأمهات ديالنا، والله يطول العمر كل أم ديال أي واحد كيشاهدنا، والله يرحم أم أي واحد يعني فقدها، الله يجعلها من أهل الجنة والله يصبروا عليها. فكيف ما قلت، من أقوى اللحظات ومن أقوى التصاريح هو أم يعني كتضرب واحد الحرقة والكبدة ديالها محروقة. أنا شخصيا ما كنتحملش، والله شخصيا ما كنتحملش، كنتذكر الأم ديالي كيفاش كدير عليا، وأنا يعني شاب وأنا في الثلاثينات من العمر ديالي، فما أدراك أم يعني البنت ديالها اللي غايبة. والله إلا بحال هاد الفيديوهات هما درس لينا كاملين، إلا كنا مقصرين في حق الوالدين ديالنا. هذه رسالة سواء البشرى أو ليا أو ليك أو لقاء الإخوان اللي كيشوفونا، اللي مقصر في حق الوالدين ديالو يمشي يطلع عليهم، يهتم بهم، ما يخليهمش أنهم يتحرقوا عليه، ما يقولش أنا راني كبير قاد براسي. كاين في بعض الأحيان بعض الشباب سامحهم الله كيتخلقوا من الأمهات ديالهم، يا كم محجوبات يقول لك أنا راني راجل، أنا راني كبير، وما تبقايش غير تابعاني ديما. ربما هو كيحس بالنقص ولا كيحس براسه، لا راه الأم راه واخا دير أنت 50 عام، إلا كانت الأم ديالك في الحياة والله يطولها في العمر، راه ضروري ما غادي تقلق من جهتك، راه هي كتبقى انت في النظره ديالها دري صغير، دائما غتخاف عليك. شوف ام محجوبه مسكينه سبحان الله كيفاش قالت لك، ربما تكون مشات للجهات يعني ديال الاقاليم اللي كانت ضررات من الزلزال، وتكون تأذت. لا ان شاء الله الام ديال الابنه ديالك عفوا ام محجوبه مازال، ومازال غادي نشوفوها معك ان شاء الله. يا ربي خلي يا امالك في الله ربي كبير. امين يا ربي يا ربي امين يا ربي يا ربي، تسهل عليها وتهديها يا ربي يا ربي. ورا باغينا خوتها باغيين يمشيو للورد ديال باهم، راه خوها تيتسناها، قال لك يتجمع خواتها ونديهم للبلاد، نهضروا على بلادنا، بغا ياخذوا حقهم. اجي اختي تتوقفي على داك الشيء اللي جاك اختي، لا تتسمعيني يا اختي تتشوفيني يا اختي، جي على عند حفيظه، جي على عند فاطمه الزهراء، ما تجيش لعندي، جي لعند خوالاتك وما تجيش لعندي، لا ما بغيتيش تشوفي معايا. ايه نسمع اخبارك اختي، ايه نسمع اخبارك اختي. لا يديك اختي، لا يديك اختي، لا يرحم لك الوالدين اختي، لا يسهل عليك لما اجي. ولا بغيتي ترجعي لها، بغيتي ترجعي لعند الناس اللي جالسه معاها ما عجبوك اختي، سيري لعندهم، ما نشدكش اختي. اي حيدي حوايجك من قبالتي، ما نبقاش نشوفهم. وشوفي مع خوتك اختي، سيروا لبلادكم اختي، راه طالبينك اختي تجي. اي مشكل كبير تطيحي فيه تنتعرض له انايا، اي دابزي اي حاجه تديريها تنديك للسبيطار بز الصحه، وتنشرك الدواء ما تتخلاش عليك اختي. رحميني يا اختي رحميني، ورحمي خواتاتك، ورحمي حفيظه، راه عندها ثلاثه الوليدات صغار، وتقول لك انايا كون ما كانش عندي الراجل كون نمشي نقلب على اختي بالليل والنهار. ديريها بحساب اختك، ديريها بحساب اختك، تابعها اختي. وكنتمنى رسالة أمي محجوبة توصل. أمي محجوبة كنتمنى وإن شاء الله هذه الزيارة هذه ديالنا ليك تكون يعني بنفع، والرسالة ديالك شو هذاك الشيء اللي كنتمنى أمي محجوبة تحلم. ونفرحوا تفرحوا تانتوما معايا النهار اللي إلى بنتك يا بنتي، تانتوما تفرحوا معايا. أنا يا تنطلب الله تفك لي هاد العقدة اللي معقودة ليا، وتنتمنى الله أنا تنعس شوية وتن الليل كله تنبقى نشوفه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.